بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 159. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. انتهى بنا الحديث في الحلقة الماضية إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله من إذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور بعد نهيه عن ذلك، وقال هنا: فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها بعد النهي، وعلل ذلك بأنها تذكر الموت والدار الآخرة، وأذن إذنا عاما في زيارة قبر المسلم والكافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مواصلة للكلام في زيارة القبور ومشروعيتها، وأنه استقر في الشريعة مشروعية زيارة القبور بالضوابط الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكر بالآخرة. وفي الأحاديث التي قبله أنه كان يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، ويقول: يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، فيدعو لهم. فهذا فيه بيان الغرض من زيارة القبور، وهو أمران: الأول نفع الميت بالدعاء له والاستغفار له والترحم عليه، والأمر الثاني اعتبار الزائر وتذكر الموت من أجل أن يستعد بالعمل الصالح، فهي تذكر بالآخرة. وانتفى المقصود الجاهلي الذي هو تبرك بالأموات ودعاء والاستغاثة بالأموات، انتفى هذا ولله الحمد عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة. الحمد لله. وإن كان بقي هذا في الخرافيين والقبوريين، إلا أنه بعيد عن الإسلام ولله الحمد. الحمد لله. نعم نعم. قال رحمه الله: وأذن إذنا عاما في زيارة قبر المسلم والكافر. زيارة قبر المسلم والكافر كما سبق، زيارة قبر الكافر للاعتبار والاتعاظ فقط، وأما زيارة قبر المسلم فهي الأمرين: الاعتبار والاتعاظ والدعاء للمسلم والسلام عليه. نعم. والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكافر، والعلة وهي تذكر الموت والآخرة موجودة في ذلك كله، موجودة في قبر المسلم وقبر الكافر. نعم. فإذا رأيت أن هذا الكافر الجبار، وربما يكون الذي آذى المسلمين و تجبر على عباد الله، أنه صار تحت التراب لا حيلة له، مأسورا في قبره، فإن هذا من أعظم العبر. هذا الكافر الذي كان يصول ويجول في أقطار الأرض ويقتل في عباد الله ويدمر البلدان والمباني بطائراته وأسلحته، أنه سيأتي عليه يوم يكون تحت التراب لا حيلة له. نعم. فهذا من أعظم ما يذكر المسلم. نعم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي قبور أهل البقيع والشهداء للدعاء لهم والاستغفار، فهذا المعنى يختص بالمسلمين دون الكافرين. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يزور قبور أهل البقيع حول المسجد النبوي، وهي المقبرة العامة، ويزور أيضا الشهداء في أحد، ولأجل الدعاء لهم ولأجل السلام عليهم، وكذلك سائر القبور
في سائر البلدان تزار لهذا الغرض. نعم. قال: فهذه الزيارة وهي زيارة القبور لتذكر الآخرة أو لتحيتهم والدعاء لهم هو الذي جاءت به السنة كما تقدم. الذي جاءت به السنة هو هذان الأمران: السلام عليهم والدعاء لهم، مع اعتبار الزائر واتعاظه بحال الأموات. نعم. واختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز السفر لزيارتها على قولين، أحدهما لا يجوز. نعم، اختلف العلماء هل يسافر لأجل زيارة القبور أو لا يسافر على قولين. القول الأول من أجاز ذلك، وهم جمع من الحنابلة وغيرهم، ولعلهم أخذوا بعموم الأمر بزيارة القبور. والقول الثاني أنه لا يجوز السفر لأجل زيارة القبور لأمرين. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني المراد بذلك السفر لأجل العبادة في مكان من الأمكنة، هذا لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ومفهومه، مفهوم الحصر، أنه لا يجوز السفر لعبادة الله في أرض أو في بقعة مخصصة دون الأخرى، ويدخل في ذلك زيارة القبور. هذا المعنى الأول من ناحية الدليل. المعنى الثاني من ناحية التعليل، أن السفر لزيارة القبر يبعث على الغلو في الميت وتعلق العوام به، فيؤول هذا إلى الشرك أو إلى البدعة، لذلك لا يجوز السفر لأجل زيارة القبور. ولكن الحمد لله باب الدعاء مفتوح، إذا أردت أن تنفع الميت في أي مكان فإنك تدعو له بالمغفرة والرحمة وتتصدق عنه وتحج وتعتمر عنه، ولا حاجة إلى أنك تسافر من أجل زيارة قبره والدعاء له، ادعو له في أي مكان والله سميع مجيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أحدهما لا يجوز، والمسافرة لزيارتها معصية لا يجوز قصر الصلاة فيها، وهذا قول ابن بطة وابن عقيل وغيرهما. هذا قول المتقدمين من الحنابلة، وهو مقتضى الحديث كما يأتي. نعم. لأن هذا السفر بدعة لم يكن في عصر السلف، وهو مشتمل على ما سيأتي من معاني النهي، ولأن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. نعم، لما في السفر لزيارة القبور من المخالفات الشرعية. أولا أنه بدعة، ما أثر عن السلف أنهم يسافرون لزيارة قبور أقاربهم أو غيرهم، ما أثر هذا عنهم. نعم. ثانيا أن هذا مخالف لمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فلو أدخلنا زيارة القبور، السفر لزيارة القبور، لزدنا على مقتضى الدليل. ثالثا أن هذا يبعث على الغلو في الميت الذي يسافر إليه، لأن الناس سيقولون: هذا لا يسافر لزيارته إلا لأن له شأنا، وأن في زيارته بركة، ويمنح المغفرة وقضاء الحاجات، فهذا يلبس على الجهلة والعوام تعظيم هذا الميت الذي يسافر، لأن السفر لزيارته تعظيم له. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: هذا النهي، يعني قوله لا تشد الرحال إلا، يعم السفر إلى المساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب. نعم، يعم المساجد غير الثلاثة. نعم، يعم المساجد غير الثلاثة. فلا يجوز أن تسافر لتصلي في مسجد غير المساجد الثلاثة، مثلا تسافر لتصلي في المسجد الأموي، تسافر لتصلي في مسجد الزيتونة في تونس، تسافر للمساجد المشهورة في الأرض،
هذا لا يجوز، لأنها ليس لها خاصية دون غيرها من المساجد، من مساجد الأرض. نعم. وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب، أو يسافر لزيارة الأزهر في مصر، المسجد المشهور والذي هو محل الدراسة وطلب العلم، تخرج منه العلماء، فلا يقتضي هذا أنه يسافر لزيارته والصلاة فيه. نعم. وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب، بدليل أن بصر كل مكان يقصد بعينه للتقرب فإنه لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة. أما السفر لزيارة الأقارب، السفر للتجارة، السفر للنزهة، هذه أمور مباحة إذا لم يترتب عليها محذور آخر. نعم. بدليل أن بصرة ابن أبي بصرة، نعم، أو بصرة بصر، أن بصرة ابن أبي بصرة الغفارية لما رأى أبا هريرة راجعا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا بصرة بن أبي بصرة فهم هذا الفهم من حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلما سافر أبو هريرة لزيارة جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام قال لو أدركتك قبل أن تسافر ما لمنعتك، واستدل بهذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهذا يمنع زيارة الطور أو غيره من باب التعبد. نعم. وأنه يعتقد أن في زيارته والتعبد فيه فضيلة، أما زيارته للاطلاع فقط بدون تعبد فهذا يعتبر من المباحات. نعم. قال فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم وأنه لا يجوز السفر إليها. نعم. هذا الصحابي بصرة بن أبي بصرة أنكر على أبي هريرة سفره لزيارة الطور الذي كلم الله عليه موسى، ومثله كل الآثار التي تنسب إلى الأنبياء لا يسافر إليها لأجل اعتقاد أن في زيارتها فضيلة. نعم. كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، فلا يجوز السفر لزيارة جبل الطور ولا زيارة غيره من آثار الأنبياء التي يظن الناس أن لها قدسية وأن لها مكانة. نعم. كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة. نعم، لا يجوز السفر إلى مسجد، والمسجد بيت من بيوت الله، لكن لا يخصص بالزيارة ويسافر إليه يعتقد فيه فضيلة دون غيره من المساجد. نعم. وأيضا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير الثلاثة لا يجوز، مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة ويستحب أخرى، وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى، فالسفر إلى بيوت عبادة أولى، فالسفر إلى بيوت عباده أولى ألا يجوز. نعم. إذا كان السفر إلى المساجد التي هي بيوت الله ممنوعا بدليل هذا الحديث، ولأن هذا لم يعمله الصحابة بل أنكر أبو بصرة ابن أبي بصرة على أبي هريرة زيارته للطور، إذا كان هذا ممنوعا في المساجد التي هي بيوت الله، نعم، فلا أن يمنع زيارة القبور من باب أولى السفر، ألا أن يمنع السفر بزيارة القبور من باب أولى، لما في ذلك من الغلو ولما في ذلك من فتح باب وسيلة إلى الشرك، حيث يعظم الناس هذا القبر الذي يسافر الناس لزيارته يعتقدون فيه، إلى غير ذلك من المحاذير. فإذا كان هذا لا يجوز في المساجد لغير أهل البلد، أهل البلد يجب عليهم الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة إذا نودي للصلاة، يجب عليهم ذلك وجوبا، ولا يصلون في بيوتهم أو في أماكنهم، أو يستحب لهم ذلك في بعض المساجد التي في أقصى البلد أو تحتاج إلى مشي، هذا يعتبر ما دام أن المسجد في البلد فيباح ولو كان أنه بعيد عنك.
ولا سيما إذا كان فيه دروس أو محاضرات أو فيه إخوان لك تزورهم في الله، إخوان لك في الله تزورهم، فهذا لا مانع منه في البلد، لا مانع منه. فإذا كان هذا في المساجد لا يسافر لزيارتها غير المساجد الثلاثة، فكيف يسافر لدور لبيوت عباده، عباد الله من الأنبياء والصالحين؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والوجه الثاني أي من الخلاف في السفر لزيارة القبور أنه يجوز السفر إليها. هذا الوجه الأول، المنع، وهو قول من ذكر الشيخ رحمه الله المتقدمين، وهذه أدلته. نعم. ثم ذكر القول الثاني. قاله طائفة من المتأخرين، منهم أبو حامد الغزالي وأبو الحسن بن عبدوس الحراني والشيخ أبو محمد المقدسي، قال رحمه الله: ما علمته منقولا عن أحد من المتقدمين. نعم، هذا قال به المتأخرين من أتباع المذاهب، كأتباع المذهب الشافعي كأبي حامد الغزالي، ومن الحنابلة الموفق بن قدامة وابن عبدوس، أو عند المتأخرين. أما المتقدمون فلم ينقل عنهم شيء في الإباحة، في الإباحة أو المشروعية. نعم. قال: وما علمته منقولا عن أحد من المتقدمين بناء على أن الحديث لم يتناول النهي عن ذلك كما لم يتناول النهي لم يذكر هذا عن أحد من المتقدمين من أتباع المذاهب الأربعة. نعم. بناء على أن الحديث لم يتناول النهي عن ذلك، يعني يعني أباحوا أو السفر، أو إيه نعم، يعني رأوا جواز السفر بناء على أن الحديث لم يتناوله. نعم. كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان والعلماء والمشايخ والإخوان أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة. هذا خلط بين سفر العبادة وسفر غير العبادة. غير العبادة، سفر غير العبادة جائز، كالتجارة والزيارة والنزهة هذا أمر، هذه مباحات ما لم يترتب عليها محذور آخر. وأما السفر لأجل صلاة في مسجد أو زيارة قبر لأجل السلام عليه، هذا سفر عبادة، والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل الدليل عليه. نعم. فأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور، منها الصلاة عند القبور مطلقة. نعم، الزيارة الممنوعة التي فيها محاذير بدعية أو شركية، هذه زيارة ممنوعة وباقي على المنع، هذه باقي على المنع الأول. نعم. قال: فأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور، منها الصلاة عند القبور مطلقا. نعم، يسافر يعني يزور القبور سواء سافر أو لم يسافر، لأجل أن يصلي عندها ويعتقد أن الصلاة عندها أفضل، فهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، يعني لا تصلوا عندها سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى. نعم. واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها هذا أشد، إذا بني عليها مشهد هذا يسمى المشهد وينزه اسم المسجد عنه، لأن يعني هذا مشهد شركي. نعم. فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. نعم، حديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم صالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذروا ما صنعوا. نعم. فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث. بناء المساجد على القبور هذا لم يخالف السفر إلى زيارة القبور، فيه الخلاف الذي ذكره الشيخ، لكن بناء المساجد على القبور لم يخالف فيه أحد من علماء الأمة المعتبرين. نعم. وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه. نعم. ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة، فما أدري عنا به التحريم أو التنزيه. الكراهة لفظ مشترك عند المتقدمين يراد بها التحريم، وعند المتأخرين من العلماء يراد بها كراهة التنزيه. فالشيخ يقول: لا أدري، هم قالوا الكراهة ولا أدري هل أي الكراهتين. نعم. قال رحمه الله: ولا ريب في القطع بتحريمه، لما روى مسلم في صحيحه
عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. نعم، فهذا صريح منه صلى الله عليه وسلم في تحريم بناء المساجد على القبور. أولا أنه من فعل اليهود والنصارى، ونحن منهيون عن التشبه بهم. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالنهي عنه، فقال: ألا فلا تتخذوا، هذا نهي، لا تتخذوا القبور مساجد، ثم قال: فإني أنهاكم عن ذلك، كرر النهي وأكده عليه الصلاة والسلام، مما يدل على خطورة البناء على القبور، لأن هذا يفضي إلى اتخاذها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. فلا يجوز البناء على القبور سواء بني عليها للصلاة أو بني عليها للزيارة والتعظيم ووضع النذور وإلى آخره، وكل هذا من اتخاذها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. فأما قوله فيما سبق، لا أدري المراد بالكراهة، كراهة التحريم أو التنزيه، فإنه يقول: ما أدري عن قصدهم في الكراهة، لكن الحكم الشرعي أنها كراهة تحريم، وساق الأحاديث في هذا. نعم، وقال: لا ريب في القطع بتحريمه. اي نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. أخرجه البخاري ومسلم. فهذا يستفاد منه أمران: الأمر الأول أن هذا آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، أو حتى لا يقال إن هذا منسوخ. نعم، أن هذا آخر شيء منه صلى الله عليه وسلم، بحيث إنه في سياق الموت وهو يحذر من ذلك. ثانيا، فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ومنعهم مما يضرهم، وسده لطرق الشرك، وحمايته للتوحيد. هذا وهو في هذه الحالة، وقبلها بثلاث كما مر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن اليهود والنصارى يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الخليل هو الذي بلغ أعلى درجات المحبة، هذا هو الخليل، لأن المحبة درجات، ذكر ابن القيم 10 درجات للمحبة، فأعلاها الخلة، وهذه الخلة تكون بين الناس فيما بينهم، فيقال فلان خليل فلان، وتقول ويقول الصحابي خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخلة بين الناس جارية، لكن الخلة بين الله وبين أحد من خلقه التي هي غاية المحبة، هذه لم تحصل إلا لاثنين فقط، إبراهيم الخليل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أبا بكر خليلا، لئلا يزاحم الخلة التي بينه وبين ربه عز وجل. ما منعه من أن يتخذ أبا بكر خليلا إلا لأنه خليل الله، وخليل الله لا يكون مع الله خليل آخر، هذا الذي منعه صلى الله عليه وسلم. الخلة لا تكون إلا من الله إلا لواحد فقط، فلا يشرك بها، ولهذا امتنع صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أفضل الصحابة،
لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، لو كنت متخذا لاتخذته. فهذا دليل على فضله رضي الله عنه، وأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أخرج جميعا أي صاحبي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قاتل الله اليهود معناه لعن الله اليهود، فسره بالحديث الآخر لعنة الله على اليهود والنصارى. السبب أنهم اتخذوا القبور مساجد، يعني يصلون عندها ويبنون عليها، فلا استحقوا لعنة الله عز وجل وطردهم من رحمته. فهذا مما يدل على خطورة البناء على القبور، وخطورة الصلاة عند القبور أو الدعاء عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. نعم. فهو صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث حذر من ذلك ونهى عنه، ثم أيضا في السياق الموت كرر هذا النهي لتأكيده. نعم. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. نعم. تكرر منه صلى الله عليه وسلم اللعن لليهود والنصارى بسبب إيش؟ أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه جواز لعن الكفار على سبيل العموم، على سبيل العموم، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أما اللعن المعين فهذا فيه خلاف، لأنه لا يدرى ما يختم له به. نعم. هذا من ناحية، لعن الكافر عموما أو لعن الكافر المعين، فهذا. وأيضا في الحديث بيان الحكمة من كونه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في حجرة عائشة ولم يدفن مع أصحابه، أن الحكمة خشية الغلو به صلى الله عليه وسلم، فلو أبرز قبره مع أصحابه لتكدس الناس عنده يزورونه ويتبركون به، ولا سيما العوام وضعفاء العقيدة. فمن الحكمة أن الله صانه في حجرة عائشة فلا يراه أحد، لا يرى القبر أحد ولا يطلع عليه أحد، وصار محفوظا. ولهذا، وهذا استجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.